أحبائي الأعزاء، السلام عليكم. النهاردة هنتكلم في الجزء الثالث في تاريخ الحرب العالمية الأولى. احنا شفنا في الجزء الثاني ازاي الهجوم الألماني على الجبهة الغربية فشل بعد عدد من المعارك الكبيرة والخسارة البشرية الفادحة للأطراف المتحاربة. النهاردة في الجزء الثالث هنشوف ايه اللي جرى في مجرى وأحداث الحرب بين عام 1914 حتى عام 1916. في الحقيقة لم يكن هناك أي نصر حاسم لأي طرف. في يناير 1915 قامت معركة بحرية بين الأسطول البريطاني والأسطول الألماني في بحر الشمال اسمها معركة دوجر، وده شط في منتصف بحر الشمال بين انجلترا والدنمارك، وغرق جزء كبير من الأسطول الألماني. في مايو 1916 وبرضه في بحر الشمال نوردزي اندلعت معركة بحرية أخرى أكثر شراسة وتعتبر من أهم المعارك البحرية في الحرب العالمية الأولى كلها، وهي معركة يوتلاند، واستمرت لمدة يومين. ويوتلاند دي جزيرة بين الدنمارك وشمال ألمانيا، كانت أول مرة يتم استخدام البوارج الحربية في الحرب العالمية الأولى. البوارج الحربية دي سفن حربية عملاقة مجهزة بالمدافع والصواريخ اسمها باتلشيب وبالألماني اسمها شلاخت شيف، واتدمرت من الأسطول البريطاني 14 سفينة وفقدوا أكثر من 6000 جندي، والألمان خسروا برضو 14 سفينة وفقدوا 2500 جندي. وكانت نتيجة المعركة أن الأسطول البريطاني أكبر السفن الحربية الألمانية للتقاقر والتراجع، ومنح الإنجليز السيطرة البحرية على بحر الشمال. كانت الغواصات الألمانية المعروفة باسم أوبوت اللي كانت بتهاجم السفن التجارية وغيرها من سفن التعزيزات والإمدادات بين أمريكا الشمالية اللي هي كندا والولايات المتحدة وبين بريطانيا. استطاعت هذه الغواصات إغراق أكثر من 5500 سفينة من سفن الحلفاء. وفي يوليو سنة 1918 أي قبل الحرب بحوالي 4 شهور ظهرت أول حاملات للطائرات لأول مرة في تاريخ الحرب العالمية الأولى، وكان اسمها HMS فوريوس 47، وكان طولها حوالي 240 متر وكانت تتبع البحرية البريطانية. لازم نشير برضو في الجزء الثالث على ان اول مرة يظهر هتلر كان في الحرب العالمية الاولى، وكان اشترك في المعارك على الجبهة الغربية بالذات معركة سوم وغيرها من المعارك، كان برتبة عريف في الجيش الألماني وحصل على وسامين لبسالته وشجاعته في المعارك، وكان كمان من ضحايا استخدام الغاز وأصيب بعمى مؤقت، وبعد الحرب اتجه للعمل السياسي بعد تسريحه من الجيش الألماني. بالنسبة للجبهة الشرقية استطاع الألمان تحقيق نجاحات كبيرة ضد الجيش الروسي، نظرا لأن القيادة العسكرية الروسية ما كانتش فعالة بالشكل الأمثل، وكان الجنرال الألماني إيريش لودندورف هو صانع انتصار الألمان على الروس في المعركة الشهيرة تانينبرغ، ودي معركة مهمة كانت في أغسطس 1914 وانتصر فيها الألمان انتصار ساحق، وتراجع الروس وتمكن الألمان من احتلال مدينة وارسو، واستطاعوا إجبار الروس على الخروج من بولندا نهائيا. رغم دخول رومانيا الحرب في أغسطس 1916 إلى جانب روسيا لم يساعد ده في أي إنجازات عسكرية. بعد كده احتل الألمان بوخارست. كنا قد أشرنا قبل كده إلى أن بلغاريا دخلت الحرب ووقفت إلى جانب النمسا وألمانيا، وقامت القوات البلغارية بغزو صربيا، والحقيقة أن صربيا كانت من أكبر الخاسرين في الحرب العالمية الأولى، وفقدوا تقريبا ربع سكانهم حوالي 900 ألف نسمة من إجمالي 4 مليون نسمة تعداد الشعب الصربي في ذلك الوقت. في نفس الوقت اللي قامت فيه كرواتيا وسلوفينيا والبوسنة وكانت مقاطعات تابعة للنمسا قامت كلها بغزو صربيا، يعني محدش رحم صربيا خالص، وانهارت صربيا تماما رغم صمودها وتحقيقها لكثير من الانتصارات في معارك كتيرة ضد النمسا وغيرها. بالنسبة للدولة العثمانية كانت بتضم كتير من العرقيات كالأرمن والأكراد والسريان والكلدانيين واللينونيين والأشوريين وغيرهم، واختارت الوقوف إلى جانب ألمانيا والنمسا في الحرب، وكانوا الإنجليز بيكرهوا العثمانيين جدا، وكان هدفهم تفكيك هذه الإمبراطورية العثمانية المسيطرة على مناطق وبلاد كتيرة جدا في الشرق الأوسط وغيره، وكانت هذه البلاد تسعى للاستقلال عن الدولة العثمانية، فوقفت بريطانيا وفرنسا وروسيا العدو اللدود أيضا العثمانيين جنب بعض، وحانت ساعة نهاية الدولة العثمانية.
في الحقيقة العثمانيين ارتكبوا مجازر في حق شعب الأرمن والأقليات الأخرى، وكان الضحايا بمئات الألوف إن لم يكن أكثر، لأن العثمانيين اتهموا الأرمن بالخيانة والوقوف مع أعداء الدولة العثمانية. في الجزء الرابع إن شاء الله هنتكلم عن الثورة العربية الكبرى اللي قامت سنة 1916 ضد العثمانيين، وأول محاولات للانفصال عن الدولة العثمانية بمساعدة إنجلترا. شكرا وإلى اللقاء.